السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في الجزء العاشر من الدالة الخطية والدالة التآلفية. معكم كالعادة الأستاذ محمد بلال، أستاذ مادة الرياضيات. هذا الجزء سنتابع من خلاله القيام بتمارين جهوية، هذه المرة مع امتحان جهوي لسنة 2012، ومع التمرين رقم 2 الذي هو جزء من هذا الامتحان الجهوي. إذا التمرين رقم 2 كما هو مبين أمامكم 4 نقاط. إذا في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد منظم OEG نعتبر المستقيمين دي و دي فتحة، دي و دي فتحة. السؤال الأول، أولا ألف، حدد صورة صفر بالدالة F وصورة ناقص 2 بالدالة F. ب، حدد العدد الذي صورته 1 بالدالة F. العدد الذي صورته 1 بالدالة F، هذا السؤال يمكن أن نطرحه بصيغة أخرى، حدد سابق العدد 1 بالدالة F. جيم، حدد معامل الدالة F. ثانيا، نعتبر الدالة التآلفية G بحيث G لإكس يساوي ناقص 2X زائد 5. ألف، أحسب صورة 1 بالدالة G وصورة 2 بالدالة G. ب، بين أن D فتحة هو التمثيل المبياني للدالة التآلفية G. ثم السؤال الأخير، تحقق مبيانيا أن صورة 2 بالدالة F تساوي صورة 2 بالدالة G. إذا نبدأ بالسؤال الأول. إذا سبقنا أن رأينا تمرين مشابه لهذا التمرين. إذا أردنا أن نحسب صورة صفر، دائما عندما نريد أن نحسب صورة عدد، إذا العدد الذي نريد أن نحسب صورته مبيانيا، هذا العدد نقرأه على محور الأفاصيل. صفر، إذن عموما F لصفر يساوي صفر. لماذا؟ لأن F دالة خطية وتمثيلها المبياني يمر من أصل المعلم الذي O صفر صفر، معنى أن صورة صفر هي صفر. ثم إذا أردنا أن نحسب F لناقص 2، ناقص اثنان نقرأها على محور الأفاصيل. أين هي ناقص اثنان؟ هنا. ثم سبق لي أن شرحت طريقة تحديد الصورة مبيانيا. نرسم العمودي على محور الأفاصيل في ناقص اثنان. إذا من خلال الشكل العمودي مرسوم، لأن العمودي. ثم نحدد تقاطع مع التمثيل المبياني الذي هو المستقيم الدين هنا. ثم انطلاقا من هذه النقطة نرسم العمودي على محور الأراتيب، والتقاطع سيكون هو صورة ناقص 2، بمعنى صورة ناقص 2 هو بالدالة F هو العدد ناقص 1. دائما إذا أردنا أن نحسب صورة عدد معلوم ننطلق من محور الأفاصيل إلى محور الأراتيب. بالنسبة للعدد الذي صورته أو السابق العكس، ننطلق من محور الأراتيب إلى الأفاصيل. مثلا إذا أردنا أن نحدد العدد الذي صورته 1 بالدالة F، هنا العدد 1 الذي نريد أن نحدد العدد الذي صورته 1، هذا العدد 1 نقرأه على محور الأراتيب، على محور الأراتيب وليس محور الأفاصيل. إذن 1 هنا، ثم نفس العملية التي قمنا بها من محور الأفاصيل إلى محور من محور الأفاصيل إلى محور الأراتيب، هذه المرة سنقوم بها من محور الأراتيب إلى محور الأفاصيل. نرسم العمودي في الأرتوب 1 على محور الأراتيب، المستقيم مرسوم ما هو. ثم نحدد تقاطع مع التمثيل المبياني الدالة F الذي هو D فتحة هنا، ونرسم العمودي. إذن العمودي، ثم نحدد تقاطع مع محور الأفاصيل هو 2، بمعنى أن 2 هو العدد الذي صورته 1 بالدالة F، أو 2 هو سابق العدد 1 بالدالة F. إذن لنكتب هذا، عندنا حل
التمرين 2، التمرين 2. نعم، إذن أولا ألف مبيانيا، مبيانيا بيانيا لدينا. إذن التمثيل المبياني دائما يمر من أصل المعلم الذي هو أو صفر صفر. لدينا إذن إف لصفر، صورة الأصول والأرتب يساوي صفر، و إف لناقص 2 يساوي، إف لناقص 2 سبق أن شرحنا هذا، إف لناقص 2 هو ناقص 1. ننطلق من محور الأفاصيل إلى محور الأراتيب، نعم، ثم باء لنحدد، أو مبيانيا كذلك، العدد الذي صورته واحد بالدالة F سيكون هو 2. العدد 2 هو العدد الذي صورته واحد بالدالة F. أن العدد 2 هو العدد، أو العدد 2 هو سابق العدد 1 بالدالة F. جيم معامل، لأن نحدد معامل الدالة F، معامل الدالة F. نستعمل الطريقة المألوفة لتحديد معامل الدالة. إذن معامل الدالة الخطية F هو A يساوي F لإكس على إكس، إلا أنه من خلال المعطيات الضمنية لدينا F لناقص 2 يساوي ناقص 1، ولدينا كذلك F لإثنان هو 1. لدينا إذن حرية الاختيار. إذن مثلا نأخذ إكس ناقص 2، F لناقص 2 على ناقص 2 يساوي ناقص 1 على ناقص 2 يساوي 1 على 2. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من التمرين، ويخص الدالة التآلفية. الجزء الثاني من التمرين يخص دالة تآلفية. إذن تآلفية جي بحيث الصيغة بهذا الشكل، جي إكس يساوي ناقص 2 إكس زائد 5. إذن مطلوب منا أن نحسب صورة 1، لأننا سنستعمل الطريقة الجبرية. إذن جي لواحد، إذا أردنا أن نحسب صورة 1 بالدالة جي يكفي أن نعوض إكس بواحد، إذن تساوي ناقص 2 في 1 زائد 5. وإذا أردنا أن نحسب صورة 2 بالدالة جي يكفي أن نعوض في الصيغة هنا إكس بإثنان، هي ناقص 2 في 2 زائد 5. نعم، لنحسب جي لواحد، نعم، لدينا نعوض جي لواحد، عوض إكس بواحد هي ناقص 2 جداء 1 زائد 5 يساوي ناقص 2 زائد 5 يساوي 3. إذا أردنا أن نعطي تأويلا هندسيا لهذه النتيجة، لأن التأويل الهندسي وهو أن الهندسي أو المبياني وهو أن النقطة ذات الإحداد ذات الأفصول 1 والأرتب 3 تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة جي سيري جي. ثم لنحسب الآن جيلي 2، نفس الشيء في أن نعوض إكس بي 2، لدينا جيلي 2 نعوض
إكس بي إتنان، إكس بي إتنان هي ناقص إتنان في إتنان زائد خمسة، ناقص جدا إتنان زائد خمسة يساوي ناقص أربعة زائد خمسة يساوي واحد. نعم. باء الآن، باء ألف ثم باء. سؤال باء، باء هو بين أن المستقيم بالفتحة، هذا المستقيم نعم هو التمثيل المبياني لدالة الجيم. إذا بطبيعة الحال حسب تعريف التمثيل المبياني للدالة التألفية، نعلم أن التمثيل المبياني للدالة التألفية الجيم هو مستقيم، يعني بما أن الأرطوب عند الأصل يخالف صفر، إذا مستقيم لا يمر من أصل المعلم، هو مستقيم. والدفتحة هو عبارة عن مستقيم. إذا أردنا أن نبين بأن مستقيمان منطبقان، يكفي أن نبين بأنهما يشتركان في نقطتين مختلفتين. إذن سنحاول أن نعطي تأويل للنتيجتين جبريتين. إذن لنبين باء، لنبين بين أن دفتحة هو التمثيل المبياني للدالة التألفية جي. نعم. إذن مما سبق نعلم أن مما، يعني انطلاقا من السؤال اثنان ألف، مما سبق نعلم أن جيلين واحد يساوي ثلاثة، والجيل اثنان يساوي واحد. سنعطي تأويل هندسي أو أو مبياني لهذه النتيجة. إذن النقطة ذات الأفصول واحد ثلاثة، نسميها مثلا هذه النقطة نسميها أ، مثلا أ ذات إحداثيتين واحد ثلاثة، بمعنى أن هذه النقطة مثلا واحد نسميها أ، ونقطة ب ذات الأفصول اثنان واحد، النقطتان تنتميان إلى التمثيل المبياني للدالة جي، نرمز ده ب سج، التمثيل المبياني للدالة جي. نعم. إذا ما عدنا الآن إلى الشكل المرسوم، هنا ب، قلنا ب اثنان واحد، ب اثنان واحد هي هذه النقطة. إذن عندما نعود إلى الشكل المرسوم هنا، إذن يتبين بأن النقطة أ ذات الإحداثيتين واحد ثلاثة هذه النقطة، والنقطة ب ذات إحداثيتين جوج واحد، كذلك تنتميان إلى مستقيم دفتح أ خلال الشكل، تنتميان إلى مستقيم دفتح، بمعنى أن التمثيل المبياني للدالة جي والمستقيم دفتح يشتركان في نقطتين أ و ب، وبما أن بطبيعة الحال نقطتان مختلفتان فإن مستقيمان منطبقان، وبالتالي الدفتح هو نفسه السج، يعني هو التمثيل المبياني للدالة جي. أعتقد أنه واضح من خلال الشكل، وبما أن أ نقطتان قمنا بتسميتهما أ و ب، أ ذات إحداثيتين واحد ثلاثة و ب اثنان واحد، تنتميان إلى دفتحة مستقيم، دفتحة نعم بين قوسين هنا، انظر الشكل في التمرين. نعم.
وماذا آخر؟ نقطتان تنتمي دي و مخت و أ و ب كيفهما غير منطبقان، يعني مختلفان. أ و ب نقطتان ضروري الإشارة إلى النقطة، إلى أن النقطتان مختلفتان. مختلفتان فإن د فتحة و سي جي أقصد التمتين مبياني للدالة جي منطبقا، لأنهما يشتركان في نقطتين مختلفتين أ و ب. إذن المستقيم د فتحة هو التمثيل المبياني للدالة التآلفية ج. نعم، لأن السؤال الثالث والأخير، تحقق مبيانيا أن F لإثنان يساوي G لإثنان، بمعنى أن إثنان هو حل معادلة F لإكس يساوي G لإكس. إذن سبق أن قلنا في تمرين سابق بأن حل معادلة F لإكس يساوي G لإكس هو أفصول نقطة تقاطع التمثيلين المبيانيين للدالتين F و G. إذن عندما نلاحظ الشكل يتبين بأن التمثيل المبياني للدالة F والتمثيل المبياني للدالة G يتقاطعان في نقطة، في النقطة سميناها ب B، في النقطة B ذات الإحداثيتين 2 1، بمعنى أن B ذات الأفصول 2 والأرتب 1 تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة F، وبالتالي صورة الأفصول والأرتب بمعنى أن F لـ2 هي 1. كذلك النقطة ب تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة جي، يعني الدي فتحة، من صورة أفصول الأرتب، يعني جي لي 2 هي 1، وبالتالي اف لي 2 يساوي جي 2 يساوي 1. دعني نكتب هذا. وين؟ نعم، ثالثا لنتحقق مبيانيا أو هندسيا مبيانيا أن F لإثنان يساوي ج لإثنان. إذن ماذا سنكتب؟ إذن نكتب بما أن، إذا قمنا بتسمية النقطة ب، بما أن ب إثنان واحد هي نقطة تقاطع التمثيل مبياني الدالة F والتمثيل مبياني الدالة G، إذا نقطة تقاطع D الذي هو التمثيل مبياني الدالة F والD فتحة الذي هو التمثيل مبياني للدالة G. فإن دم B تنتمي إلى التمثيل مبياني للدالة F، معنى أن صورة أفصول الأرجوب، فإن F لإثنان يساوي 1. ب تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة جي الذي هو الدي فتحة، معنى أن صورة الأفصول بالدالة جي هو الأرتوب. هذا هو الشرط الذي يجب أن يتحقق لكي تكون النقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة سواء خطية أو تآلفية يساوي 1. إذن F لـ2 طبيعة الحال نفس النتيجة يساوي جي لـ2. لن نتوقف عند هذا الحد، وأترككم على أمل اللقاء بكم في حصة أخرى إن شاء الله،
وإلى ذلكم الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.